عنده نفس الاشكاليه اللي واجهوه بوجهه العامه وبتعرف بوجهه الاسنان. هذاك علاش احنا عن احنا كما قلنا الاشكاليه الاول الاولى بتاعنا هو انه احنا ساعه شفنا انه فنيا فالفاز بتاع البلاي اوف بلاي اوت كان فنيا ممتاز. قعدنا لاخر الموسم فما تنافس على جميع المراتب المؤهله للمراكز الافريقيه وعلى كيف اشكاليه الفار. احنا مش تونس تولي هي عندها سيرتيفيكاسيون فار معناتها تنجم وحدها من غير من كل موسم تطلب مصادقه مع الاتحاد الدولي يلزم يكون ثلاثه مواسم متتالية فيهم البطولة تعتمد على الفار. هذا مستحيل إذا كانت حكومة بطولة 14 جمعية معناتها سبع مباريات في الموسم في الجولة مستحيل كسوة من البنية التحتية ولا من إمكانياتنا إحنا مش نجموا أون برودوي السبع مباريات فمع بعضهم في الجولة. مش الاتجاه أنه نواصلوا على نفس ما تم الاتفاق عليه مع جمعيات في الموسم الفرد مجموعة من أمور خلت المكتب الجامعي يقلل المواصلة في نفس الاتجاه تاع موسم الفارت. اللي هو مجموعات بعد البلاي أوف، البلاي أوف مش نجم في الفارت يكون موجود في البلاي أوف، سينو ما نجمش نعملوها على الموسم كامل. بالنسبة لشهر رمضان نقصوا من عدد المباريات، فما برشا ضوابط من عديد مع كسوة إفريقية، كما قلت أنت عن المنتخب. نبدأ بكري واحنا له العادة جربت انه في اخر اسبوع من شهر تبدا البطوله الوطنيه.